مرحبا. عاصمة عاش بنتي غالي. لبس عليك؟ هكيك شوي شوي. شو عامل معاك الدنيا؟ والله هي صيبة ما نهز فيها واحدة شوي شوي. لازم نهزها. خاطر ولدي مريض وعندي حد يقف معايا وحد ناتيني. حتى الخو ما نظنش ما يجحني معايا. قديش عندك من خو؟ عندي واحد. حتى جاي نهار العيد طل جاي سمعني الكلام كشر ولدي مريض وبعد روح. فهمتني ما خدش علي يقول ما عادش يملك حتى حد. فهمتني كيف ولدي كهو خاطر ولدي ما عنده حد. ودي مسكين ميت على الاخر ان شاء الله عمري يعني. عملت شنو؟ والله عنده هو عنده قفص وما عادش ليش نقول لك حاجه عندي تعب برشا حاجه فهمتني؟ لازم عمليه؟ اه يعني الحمد لله ما نقول لحد وما نمشي لحد الحمد لله جيت رحت لاني بلا مشوار في وسط البلاد هنا اللي ما ندوش يعني جمله كنت في السكان عبيتنا حمتنا هنا مش مش سلحة. علاش ما ندوش لهنا جمله؟ ليه الصراحه باع السكان في الكوش بخضره لهين بيه برشا وعطوا أه ولدنا بنت خويا يعطيهم 200 انا ايش يعطوني؟ يحسبوا معايا يعطوني 100 يحبوا ب 100 يعطوني 50 فرنك يحسبوها شويه الساق الساق يحبوها شويه كي ياخذوا قصه الخضره ما يحسبوهاش حق الساق يحسبوها ها نمشي بالبحر بلا مشوار الحمد لله تبيع في البيت مشوار هكا هو الحمد لله مشوار كهو قديش عندك من عام في الخدمه هذه؟ من ولدي ببي وراجلك وين؟ طلقة ملي ولدك صغير عايشة انت ولدك كهو معنا كهو كهو الحمد لله وحتى عضو عندك انت مرت ولدي خطيبته يا حم ولدي بي معايا اسمها أمل ربي يخليها لي ونجيها وقفت معايا برشا في ولدي سبتها ما خدت جملة وفي رمضان كيف كيف عندي واحدة نحب نشكرها اسمها مفيدة جارتي وقفة معاك؟ اي في رمضان كي تطيب العشية تبقى تطيب العشية ولدي فما ناس تعمل خير وناس تعاون واحدة كاو اسمها مفيدة نقول الحق ولا واحد ولد عمتي خلي بكر يا حم ولدي في الدين تاع ولدي يشري هو ولد عمتي ولد عمتك خايم معاك في الدين ولدي يشري دي ولدي ديما يشري غالي يا حم ولدي اما هما حد ما يعاون نابط انا الفجر نابط المغرب ندبر راسي بمشوار ها حتى نخدم تجاه شادية مرضى نقل الناس كي يشوف يقولك تطلب يقولك تعمل على عباد هي تنجم تخدم لا يعرفوني بمشوار انا حاكم هرزوهم يطلبوا انا ما كلمونيش خاطر يعرفوني ما روحي هرزوهم كلب صغارهم ليله العيد وناس اخر رمضان هرزوهم كلب صغار الكل انا اللي يعرفوني مقبل يعرفوني بمشوار في العادة اللي يطلبوا في الشارع أكيد أنت خاطر تخدم برشا في الشارع و... وكنتاك صحيت أه... تصير فترات يعمل عليهم حملات يهزوهم أي خاطر يجيبوا صغار يقولوا ولدنا هم مش ولادهم يطلبوا فيهم أي ليش يجيبوا زودة برشا ها نهار العيد تشرب ولما هذه قعدت بيتها مرة حتى صغير ما عرفتش جنيب وتطلب به ومرة عاملة شكارة شنية وحاطة كم تعطيك نفس بنتها لا بنتي مريضة تسل بنتها حرام كيفاش يجيبوا صغار اكيد تعرف انت صغار معناها ودر شكون يجيبوا مو مش ولادهم فما بيت يجي مرا قعدت بيتها قلت لها ولدي قاتلي مش ولدي قاتلي ولد جارتي قلت لها حرام كيف بينها وهم قاتلي باش تعمل بهم دوره وهي تطلب بهم يعني حتى اربع صغار يعني جابت ولد ولد جارتها على اساس باش تعمل بهم دوره وتطلب بهم وهم كان جات صغارها والاخرى عندها زوز بيبيات الحاكم قال لها يقوم قال لها قوم الغادي قالت له بينهم جات صاحبتها الاخرى في الدوره ولو أربع نساء شنو رايك؟ أربع نساء بالصغار. ولد خدمة. وهزوم الحاكم بعد. ولد خدمة هي. ها سلسل بيه قولها ليش؟ بيه في رمضان أول رمضان شفت لك مرة كان في المشوار. مش في المشوار تطلب قلت لي صفى شربة عاوني خذي صفى شربة وهي اللي بعاني تطلب. فهمتني كلها زوم شنو في رمضان. أنا ليش ما كلموني يخطفوني بالمشوار حق. منظفين بسويقة هم. ها؟ كنت مسخة منظفينها هم. إي نظفت. الحاكم جا لهنا كانت هكا وسخة كانت هنا مسخة كانت مسخة برشا كانوا يقضوا جيب في الشارع تو ما عادش الحاكم نظفها خير يصير ما خدمتش اسمع كانت بنت كانت حمدت بشغل كانت انظف بقرة حالفة كانت انظف بوحدها تو نظفت حالفة قدوها كانت يسخ والخمج واللي سمحني واللي يزرق واللي يحاربش الكل تو تنظاف يا ما خير ما كانش هكا كنا قبل كنا ندور في الشارع نحس الدنيا نظيفة ما عليها تو عاد تقعد في الليل دار ويخاف. الباب سويقة في الفترة الأخرانية نظفوها. مسخة نظفت بصراحة حتى الخاف كانوا بصح قبل رمضان ما عجبونيش. تا
توا بيت نظاف يقعدوا فيها محترمين، وما كانوش في رمضان يعطيوك الماكله كل في الشارع. توا حسب انا نعرف البحر عندي صراع مع والدي. توا في الهتلر والصالين يعملوا الطاوله يعشوا العباد في رمضان كازوز، ثم بيذبح لهم سناريز بصراحه. سناريز معناها حاجة يهبلوا. فما رحمه وفما تواصل. سناريز. ما كانش قبل؟ لا. كان فما قهوه يا حوالدي في الرصالين، قهوه يعشي العباد يا حوالدي. رحلتك كل يوم كيفاش؟ والله في الفطار وفي رمضان. خدمه لا. نخرج ساعات في الفجر الصبيح نخدم، من بعد نروح نقص ولدي خاطر ولدي مريض، الماكلة نتاعو خاصة مش كيما احنا. ومن بعد هكايا نشربو زي نتاع ثقة نفس. قاعد يحكي. خليك معايا. نعملو زي نتاع ثقة نفس الدوايات ونشربو الدواء، من بعد نخدم روحي. نروح قبل الفجر حاصل في الليل، في الفطار هذايا. نروح مخر، باش نلقى ناخذ الدواء نتاع ولدي خاطر ولدي مريض. ما يخرجش من الدار ولدك؟ لا يخرج صراحة. يخرج لا يخرج. الحمد لله يا رب. هل هو قادر، هل هو مريض لدرجة أنه ما يخدمش بكل؟ باش يشد خدمة بعد رمضان، باش يحاول تيبات العرس يشد خدمة. أما مش يخدم كي شيقات. يخدم شنو؟ شيقات. شو شيقات؟ أي. أما بقى حتى على كلمة قالها الراجل. نجم نقولها ليه؟ كلمه غلط ساعات. كلمه غلط. قال لك ما يصبوش عليه، لا يصبوا. أول حاجة هو مش حامد ربي. حتى ما تكون هذا اللي كنت بنحكي معك الراجل. شفنا فيه. ليه كل نوصل كلمتين كاوره. باه ما تدخل دي ميناج كنت بالميناج هذا. يعطيو شهريه باه ويرسموا الحمد لله ربي. شو قال لكم مش مرسم. يقول هكاك اول حاجه الدخان هو نسبه الدخان. اللي يحب يحي الدخان نجم يحي الدخان يحضر بدنه ساعه. صاريف زايده تقول انت. افار مضره بالصحه. ها الدخان يزر الدخان يزر الزر الساعه يمرض. يدخل في السبيطار جدا. هاي كم نحكي نحكوا على الخدمه. انت فقط تبيع في البابي مشوارك هاو شوية ونبيع في فريده. اي ويشروا من عندك اي يشريوا يحبوني برشا حتى الحاكم يحبني. ونبيع في اليوميات في ملك ربي محريهم نبيعهم. كيفاش تشري السلعه؟ ناخذ بصندوق ناخذها بالرخص معناها. راهي غاليه كازونه كازونه 40 و 8000 140 هكاك اي. دارك مشكري؟ ما قلت لك ورثي. انا مش مشكري ما ورثي. ما قلتليش في الكاميرا لاباس الدنيا الحمد لله. والله الحمد لله قول يا ربي ديما سهلها. خاطر نمشي نصلي نقول يا ربي سهل لي وعاوني وشد فيك. ما نقول حتى حد عاوني. شد في الله. شد في الله. شكرا لك. عشمتي.